من جديد مشاهدينا في كل مكان، لسه نتواصل معاكم ونحن في حضرة الشعراء وبيت الشعر في السودان، وامتداد لكل المثقفين وكل الأدباء في السودان وأيضا خارج السودان. برحب بكم مرة ثانية أستاذ محمد عبد الواحد وأيضا أستاذ محمد جدو الدرديري. وياريت في بداية نصف الساعة الثانية من الزمن نستمع لنصوص من خلالكم. أستاذ الدرديري أبدأ بك. أقرأ قصيدة من القصائد اللي آخر حاجة كتبتها، لكن هي ما الأخيرة. عنوانها أنثى مجازية. تبارك النجم من عينيك يأتلق، وذا الجمال لفيف منك ينفلق. حدثت عنك قبيل الملهمات ضحى، فقال باسمك لم ألهم، وقد علقوا بك الزمان وسف الأرض عاقلهم، والتابعين رماد في الهوى غرقوا، والتابعين رماد في الهوى غرقوا. والتابعين رماد في الهوى غرقوا. طبعا الاستاذ الدرديري فايز بجائزتين. اي والله فاز بجائزتين، فاز بجائزتين في من اوائل جائزه الشباب، مش كده؟ الشباب مرتين، الدوره الاولى والثانيه. الدوره الاولى والثانيه حتى سالته من القصيده فقال لي نسيتها. لا لا عنده القصيده الاولى. فنشوف سلطان تبدا من جديد. تفضل. طيب. تبارك النجم من عينيك يأتلق، وذا الجمال لفيف منك ينفلق. حدثت عنك قبيل الملهمات ضحى، فقال باسمك لم ألهم، وقد علقوا بك الزمان وسف الأرض عاقلهم، والتابعين رماد في الهوى غرقوا. أطلقت حرفي والتابعين رماد في الهوى غرقوا. أطلقت سحري على بطحاء سائلة وكنت أنفث والدوران يحترق. رميت صخر شهاب كاد يصرعني، وأن سحرك للآزال يخترق. حصنت عمري لولا ستر قافيتي لمات من سحرك الوراق والورق. يا لؤلؤ العمر قد أشعلتني غنجا، والسادتي لم ينم في حضنها النزق. والبرد أسكر صمتي والدروب خبت، وثورة الحب من عينيك تندفق. هنا التمزق والتأثير في رئتي، كأن أضلاعنا قد رجها الشبق. ورعشة الناي يم سال في لغتي، ما إن تكلم خيط شدني القلق. وسرت فيك ولم أعثر على جسدي، وسرت فيك ولم أعثر على جسدي، ولم أجدك وقد أسرى بنا الرهق. على الوجود بلا حس ولا جهة، وحولنا من شظايا الوقت ما نثق. كعصبة من قديم العشق أورثهم زمانهم، فاستووا في الريح واعتنقوا. كعصبة من قديم العشق أورثهم زمانهم، فاستووا في الريح وانعتقوا. حفرت أعمق ثقب تحت ذاكرتي لكي أردك عن أذهان من صعقوا. يا سلام. أستاذ محمد، قلبك قلبك يأكل خبز اللهفة، يشرب من ماء الأشواق، يبكي بالدم عرقراق، ويثور على الأحزان ليهدم عرش فراق. قلبك أنت لغيرك ينبض، قل لي من أنت من العشاق. أبحر في الحب وصح يا بحر جمالك في الأعماق. سافرت بخمس أصابع في رحب الأوقات، سافرت لخمس دقائق طالت ثم سقطت من الغيمات. أدركت أوان العطر أوان الشهقة فات، يا ماء الله النازل فوق رفات. صلوات الله عليك خشعت تلوت من الحب الآيات. ستسير بقلبك في الطرقات،
ستسير بقلبك في الطرقات وبها خطر وجميلات ستسير بقلبك في الطرقات وبها خطر وجميلات. سافرت بقلبك 10 أصابع في الأذكار، أحسست ببرد النار، خدر بلسانك، طال الحال ستشرق شمسك في الغار. أنت بكل مكان إلا حيث جلست، والكل بقلبك إلا أنت، اتسع الوقت لأنك ما راقبت الوقت. قلبك يطرق أبواب الحب ليبحث عن دفء عناق، يرمح في الآفاق ويعلم أن الراحة في الآفاق. قلبك ليس بملكك بل حيث يريد تساق. جف الذكر على شفتيك، تغير حال القلب، ابحث عن سرك بين رمال الروح، يقول الشوق لشيء بي. اكبر يا طين الأوقات 7، واخرج للنور من الثقب، واغرق في الشوق اللازب، معصوب العينين بصير الحب. هذا عام الحزن ستكسر قلبك مثل العام القادم يدركك الجبار. هذه مذبحة الشهوات، وأنت السيف وأنت النار. هذا أنت وتلك الطائف والأحجار. أخرج من نفسك يا مأمور لتخرج روحك كالإعصار. فالمرأة ألقتك وبحر حياتك دون قرار. والليل طويل والكعبة سوداء الجبة، والليل طويل والكعبة سوداء الجبة، والليل طويل والأذكار. جف الذكر على شفتيك، تغير حال فؤادك يا طين الأوقات. جف الشوق بدمعك جف، حبيبك ما عاد بقلبك في العبرات. فاختر غيرك كي تحياه واخلع قلبا مات. السر ستعرفه دون المعنى والكلمات. يجذبك الحب إليه، سيأخذ ثوبك شخص لا تعرفه، ثم يصب بروحك خمر الله. فاختر غيرك كي تحياه، يا طين الأوقات 7، سوف يسرك ما تخشى. جميل أستاذ محمد عبد الواحد، أستاذ دبديري. ونحن لسه في حديثنا عن بيت الشعر وعهد ممكن يكون سابق وسنوات مضت. أستاذ دبديري، لما نتكلم عن غياب لمؤسسات أو غياب المؤسسات الرسمية ممكن تكون المفترض إن هي ترعى المثقفين الشعراء، ترعى أيضا الأدباء، ويعني لما نتكلم عن واقع ممكن يكون معاش لشعراء في زمن سابق، يعني قبل ما يجي بيت الشعر كل واحد منكم كان في اجتهاداته الخاصة، هو بيكون موجود في منتديات، في احتفاءات أو في غيره. فكلمنا عن المرحلة دي برضو. هو نحن ما هنقول مسألة الغياب، يعني غياب المؤسسات الرسمية، أصلاً هي ما في مؤسسة رسمية ترعى ثقافة عموماً يعني. يعني أنا بتكلم عن فترة أنا كنت فيها في الوسط الأدبي، ما في، أنا ما شفت أي رعاية بصراحة حتى وزارة الثقافة في عهد النظام الباقي البائد الذي يعني الله لا رد لنا تاني. آمين. ما في أي رعاية خالص. خاصة يعني أنا بتكلم عن فترة أنا عشت فيها يعني. بالنسبة لموضوع المنتديات، أصلا منتديات قبل بيت الشعر كانت فيها، لكن ما كانت منتديات يعني فيها رعاية يعني. كان الناس يعني على حال كده. كان عندنا منتدى محمد عبد الله عبد الواحد ده، وأول من دعاني إلى منتدى، وأنا أعتبره منتدى قوي جدا، منتدى نبضات دافئة، كان يجمع يعني عدد من الشعراء من المنتديات يعني. فلما جاء بيت الشعر بقت المسألة مختلفة. بقى مسألة بتاعت إنه الناس في جسم بيحتويهم، في زول في جسم بياخد بيدهم. أنا شخصيا لما جاء بيت الشعر وكنت حضرت الافتتاح، ما كان الوقت ذاك كان في منتدى، يعني ما كان في منتدى في السنة الأولى تقريبا. يا دكتور محمد عبد الله المنتدى بدأ من شهر واحد في السنة الأولى يعني. السنة الأولى. فمنتدى الثلاثة هو منتدى راتب ومفتوح لكل الشعراء طبعا، عشان ما يظنوا الناس انه بيت الشعر للشعر الفصيح براهو. بيت الشعر يحتضن كل التجارب الادبيه والاجناس الاخرى من الادب ايضا، لان بيت الشعر الان في اماسيه
في 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 يتخلل الأماسي أغاني يعني، وفي فعالية متكاملة وفي يعني. وفي فعاليات موسيقية أحيانا بتكون بتتخلل يعني، وده اهتمام برضو يعني للأجناس الأدبية الثانية. فبيت الشعر عنده مكتبة مفتوحة لكل الشعراء المهتمين بالشأن الأدبي، فيه كتب قيمة جدا في الشعر وفي الأدب عموما يعني، ومفتوح لكل الناس، ومعروف مكانه في جامعة الخرطوم جوار مكتب القبول. يعني أول ما سمحت أنت ببيت الشعر كان انتماءك له مباشرة بدون تردد؟ أي طبعا، لأنه هو بقى النواة الوحيدة يعني الناس اللي ممكن يلجوا له. فأنا يعني أول ما افتتح بيت الشعر لقيت إن الناس كلهم هناك، فلقيت نفسي تلقائيا معهم يعني. فأي زول عاوز يكون قريب من بيت الشعر، عايز يكون قريب من المشهد الأدبي، بيت الشعر مفتوح للجميع، مفتوحة للجميع يعني. للجميع. وأكرر إنه الأجناس الأدبية كلها عموما في الشعر يعني، عشان ما يقولوا مثلا شعر فصيح بس، دو بيت على شعر عامي على كله يعني. نحن كان عملنا مسابقة للشعر العامي وفاز بها مصعب الزرقاوي. أيوة الشعر العامي مصعب الزرقاوي، علي الزبير، وأحمد أمين. أيوة في نفس محورنا اللي هو نحن نتكلم عن الغياب لدور المؤسسات ممكن ترعى الثقافة عموما، وانت سافرت للشارقة وكنت موجود فيها وشفت يا ناس، شفت قصر كبير فانا انبهرت به، فقلت لي ده دار قصر الثقافة، قصر الثقافة هناك في الشارقة. فشوف الاهتمام والرعاية بالثقافة والمثقفين والاختلاف ما بين هنا وهناك. نحن وصلنا الشارقة الليلة، ثاني يوم الامارات كلها عرفت انه في شعراء سودانيين وصلوا الشارقة، في الجرائد، في الصفحات الاولى، في تقييم واحترام، واخذتوا مكانتكم يعني. هي يعني في تقييم، في احترام، في عنايه، وفي ادراك للبعد بتاع المشروع الثقافي يعني. حتى معلش، حتى الطيران اللي عرفت منك انه افضل طيران وافضل مقاعد وافضل مكان زي كده. افضل مقاعد بالضبط كده يعني. يعني كل ما تحتاج له وكل ما تريده، ويحملونا بالكتب، الهدايا وكل حاجة أنت بتتخيلها من كل أشكال الاحترام والتقدير للشعراء يعني هناك في الشارقة. الشيخ سلطان يعني إحنا وجدنا عنده لوحات لأستاذنا شبرين الله يرحمه، ولفنانين تشكيليين كبار في السودان. يمكن هنا المتحف ما عنده يعني الحاجات، متحف القوم. نعم. فبالتالي كان في مشاركات ما بين سودانيين شعراء للخارج وايضا من الخارج للسودان. خلينا بس يا استاذ رشا عشان الوقت ما يسرقنا. الناس بتكلموا عن دور المثقف ودور الشاعر في الحياه عموما يعني. احنا حتى احنا اسف مرحله الثوره، صحيح، وانا بفتكر ان احنا يا دوبك الثوره بدت يعني، يا دوبك المرحله اللي قدامنا دي يا دوبك هي الثوره. ما الثوره هي القضاء على النظام، لان النظام السابق كان ساقط فعليا، هو كان محتاج دفره بس عشان يقع، لكن هو كان استنفذ اسباب وجوده اصلا. لكن دور الشاعر ودور المثقف في انه كيف يبني بلده، ده ماشي يعني. انت بتمشي تعمله في ساحه الاعتصام، او بتطلع تعمله في لايف ولا حاجه، هو دور مستمر يعني. الشاعر اينما وجد هو يدعم الحريه والجمال والحق والحياه بمعنى حياه، انه الناس تتنفس. فالشاعر دوره ما بيتوقف، والشاعر يعمل على هذا الامر أينما وجد وحيثما وجد، وبيعمل الأساس يعني. حتى نحن نتكلم عن الثورة الفرنسية يعني، بيتكلم من هو أبو الثورة الفرنسية؟ هو فولتير الشاعر والمسرحي الشهير والفيلسوف. فالمثقف قد ما تكون ظهرت صورته، وقد ما يكون مشى ومضى الاتفاق في قاعة الصداقة، لكن صدقيني هو اللي غذى وجدان هذا الشعب العظيم، وهو اللي بيخليه عارف يعني شنو حق وجمال وحرية. الفنان، أنا ما بحصر الموضوع على الشعر، الفنان هو اللي بيأدي الدور ده، وهو اللي بيغذي الوجدان ده. يعني من حديثك إنه ما شرط يكون في الحدث نفسه، ولكن دوره متعاظم ولسه مستمر، ويعني لسه متواصل فيه. القضايا عموما اللي بتهم المواطن خصوصا في المرحلة اللي احنا فيها دي كثيرة جدا، إذا كان على مستوى السلوكيات، الاجتماعيات، الوضع السياسي، الاقتصادي وغيره من الظروف المختلفة، دور الشاعر فيه مهم جدا. أستاذ الدرديري، امتداد لكلام محمد عبد الله عبد الواحد، انا ما شايف انه في دور معين كده الشاعر بيأديه وبينتهي. من وجهة نظري انه الشاعر اذا هو اصلا صاحب رسالة معينة والموضوع منتهي، معناه رسالته حتنتهي بمجرد ما يؤديها يعني. ايوه، فهو رسالته انه يكون مستمر، لكن بإرشيف وتاريخ وكتب بالضبط كده.
فالشعر عموما، انا خليني اتكلم عن الشعر في السودان يعني، عشان اتكلم عن الشعر عموما لانه موضوع طويل شويه. الشعر عندنا في السودان في مساله عدم الرعايه دي خلته يتاخر جدا، يعني مراحل بعيده جدا. الان احنا يعني حتى الناس اللي بيشاركوا في المسابقات العالميه بدا يظهروا يعني مؤخرا، يعني اسماء ما كان ظهر. العالم العربي الان يعرف الشعراء امثال الفيتوري، يعرفون مثلا الروائي الكبير طيب صالح، من يعرفونه؟ مع مع انه في شعراء كبار يعني من السودان كتجان يوسف بشير والعباسي وغيرهم، يعني شعراء كبار، لكن ما معروفين زي معرفه الفيتوري. لماذا الجهات الرسميه في السودان عموما، واتمنى ان يحصل هذا الشيء في انا في السنه الجايه دي، انا ما عايز اقاطع جدو، لكن احنا يمكن تحت الهواء كنا نتكلم انه في السودان التقييم للسياسي وللعب الكوره ممكن يكون اكبر. يعني مثلا حديقه اشراقه التجاني هي حديقه صغيره وهي الوحيده اليتيمه، يعني ما سمعنا بمعلم ضخم او متحف كبير لاي من ادبائنا العظماء او نحن مكتبه وطنيه ما عندنا. يعني نحن وضعنا الثقافي مزري، ما في اي بنيه تحتيه في الثقافه السودانيه. يعني عشان كده يجي بيت الشعر، يعني نقول دي مبادره ونقطه اولى في مشوار طويل لسه حنمشي. يعني انا مشيت اتحاد الشعراء الاماراتيين هناك في اسمه في عندهم قناه هناك ما اعرف اسمه شنو راح لي، يعني حاجه مقيمه وضخمه بتعمل فعاليات كبيره. نحن هنا ما عندنا اتحاد شعراء، نحن لسه تحت مظله اتحاد الكتاب السودانيين اللي هو ذاته ما قاعد يعمل حاجه. نحن لحد أسي ما عندنا أي امتيازات، لا تأمين صحي، لا اجتماعي، لا منح، لا أي حاجة. يعني أنت كونك أنك تكون مثقف أو تكون شاعر في السودان ده أنت معناه زول مفلس وزول ما عندك أي حاجة، زول في النهاية ممكن يلقوك واقع في كوشة ما لاقي حق العلاج. يعني حرام، يعني ليه نحن أمة متطورة وبنتكلم في ثقافة وفي إبداع من سنين طويلة، ولحد أسي إحساسنا بالإبداع وبالفن متدني للدرجة دي؟ طيب دي سلبيات نحن هسه حاليا وضعنا يدنا عليها، ولكن نحن متفائلين مش كده؟ متفائلين يعني دي الظروف كانت حاصله 30 سنه واكثر. عندنا اسي شاعر وزير استاذ فيصل شاعر. ايوه له التحايا. يعني بصراحه كلنا عارفين شنو سلبيات السنوات الماضيه، ولكن متفائلين لقدام انه يعني عندنا غد مشرق. على فكره يا استاذ رشا انا ما بتكلم عن السنوات الماضيه ال 30 سنه دي بس، بتكلم عن انه يعني من ما بدا السودان ده، يعني هو يهتم بالسياسه والعسكر والرياضه، لكن وين الصرح الثقافي الضخم؟ ما في. ممكن تكون اجتهادات، يعني ما في من البعض. مبنى وزاره الثقافه؟ مبنى. وين اتحاد الكتاب؟ ما في، ما عنده موقع. لا يمكن تتكلم عن قصر الثقافه في ام درمان كمبنى ضخم وكذا. ولو عايزين ننهض بالامم نهتم بالمثقفين، من غير ثقافه عمرك ما حتنهض، عمرك ما حتنهض. أيوه. من الثقافه. لانه انتم بتوروا وين المكان من النقص، وين المفروض نركز اكثر، ومفروض ننهض بتعليم وبثقافه، وبعد كده نشوف لسه قدامنا كثير صحه وطول. حاليا في امل للموضوع ده، انه بيت الشعر فتح للناس نافذه في نافذه نشر. يعني في اصدارات وفي اصدارات طبعت في الشارع كله كم؟ كل يعني الاصدارات مع المهرجان ده ان شاء الله حتطبع اصدارات في الشارع. المهرجان فات كانت طبعا وحاجة مهمه كمان عندكم اللي هي الدورات التدريبيه، دي حاجه مهمه كمان. أيوة يعني دي بنفتقد لها في مؤسسات كثيره شبه شهريه. نحن مؤسسات حكوميه وخاصه على فكره، نحن عندنا دوره شبه شهريه، يعني لو غابت شهر الشهر الجاي ما بتغيب، ومستمرين على الشان ده السيد العام الثاني او الثالث. دورات متخصصه وخاصه يعني بالصحافه الثقافيه، الاعلام الثقافي، الالقاء الشعري، مواضيع كلها ذات علاقه بالشعر. جميل، انتم مجتهدين وشباب عندكم رؤيه مستقبليه. نحن تحت اداره الدكتور الصديق وعمر الصديق ونائبه باشمهندسه ابتهال محمد مصطفى، ومن قبلهم في الشارقه استاذ عبد الله العويس رئيس دائره الثقافه في حكومه الشارقه، ومن فوقه طبعا شيخ سلطان. نعم يعني، وان شاء الله حنكون معاكم ايضا متابعين للحدث المهم اللي حيكون في نهايه العام اللي هو مهرجان الخرطوم للشعر العربي الدوره الثالثه، وان شاء الله قناه الشروق حاضره بكل عتاده. يعني بنشكركم جدا لوجودكم معنا اليوم، شرفتونا كثير استاذ محمد عبد الواحد واستاذ محمد جدو الدرديري، وان شاء الله نلتقي في مساحات اوسع نسمع شعر كمان منكم اكثر، ونتواصل ايضا مع شعراء بيت الشعر ونتكلم كمان اكثر عن بيت الشعر والاهداف الجميله اللي بيحملها في دواخله من نشر الثقافة بشكل أكبر وتلاقح المثقفين ما بين السودان والدول العربية المختلفة. لحد هنا وصلنا لختام حلقتنا من برنامج في الموعد، يتجدد اللقاء في أمان الله.